أهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر من ولاية باتنا. حادث مرور خطير بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة أجرة وسيارة من نوع أكسنت في الطريق الوطني رقم 28 في شطره بين عين التوتة وتيلاطو وسق قانا. تسبب الحادث في عدة جرحى وستة وفيات لحد الآن. الطاقم الطبي والشبه الطبي في حالة استنفار قصوى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عين التوتة. رحم الله الموتى وأسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو اتركوا لنا تعليقا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد. وإلى فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.